أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الأحد 12 من يوليو من عام 2020، وبعد انقضاء 4 شهور بالتمام على إعلام منظمة الصحة العالمية لكوفيد-19 وباء عالميا، وحلقة اليوم برنامج سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي، وشعار الحلقات من يعلم يحضر فلا يمرض، ولا تهويل ولا تهوين. وعنوان هذه الحلقة الملخص المفيد فيما يخص وباء كوفيد-19 المخيف. وكعادتنا بنحب نبتدي بالأخبار الجيدة قبل ما نبتدي بالنقاط اللي هنتناولها في هذه الحلقة. فالأخبار الجيدة، هل الفيروسات في العموم بتتحور؟ الإجابة بالقطع نعم. وفي حالة الكوفيد-19 فيروس يوجد نظريتين. عدد كبير من العلماء بيقولوا إن الفيروس تحور إلى أنماط كثيرة جديدة كلها أكثر انتشارا ولكنها أقل فتكا. طب حلو، خبر جيد إنها أقل فتكا، موتش قوي. طب وخبر تاني جيد، إن هل هذا التحور هيؤثر على فاعلية أي دواء هيطلع أو مصل؟ الإجابة لا. لو طلع أي علاج شافي أو مصل واقي فهيأثر على كل الأنماط، لأن الاختلافات ما بينهم طفيفة. في نظرية تانية ألطف وحب أنبهكم ليها، حطها علماء أريزونا ستيت يونيفرسيتي. قالوا إيه بقى؟ قالوا إن فيروس كوفيد-19 بيتحور ليصبح أضعف، وأخيرا سيموت، وعلى فكرة بيدللوا على ذلك بما حدث مع الفيروس بتاع سارز كوف 1 في 2003. إن النهاردة الوباء بتاع سارز كوف 1 اللي حصل في 2003 مش لاقين ولا مريض بهذا الفيروس، اختفى تماما. فهم بيقولوا إنه سارس كوف 1 ده ابن عم سارس كوف 2 اللي هو كوفيد-19. فإذا كان ده تحور وضعف ضعف ضعف إلى أن اختفى، يبقى ده كمان هيحصل له نفس الكلام. طب المشترك بين النظريتين إيه؟ إن هو بيصبح أقل فتكا، وده المهم. الناس خايفة مش تعية، خايفة يتوفاها الله. فأنا عملت حاجة لطيفة أحب أتشارك معاكم فيها. دائما أبدا بقول الأرقام لا تكذب. فأنا رحت ليوم 10 أبريل، يعني من 3 أشهر، وشفت في هذا اليوم كان عدد المصابين كام؟ 90,500. طب والوفيات؟ 7,400. طيب في يوم 10 يوليو، يعني من يومين، النهاردة 12 يوليو، لقيت عدد الإصابات في هذا اليوم زاد ل 237,000، يعني زاد تقريبا 2.5 مرات، وعليه كان مفروض عدد الوفيات يزيد بالتبعية 2.5، يعني بدل ما كانوا 7,500 في يوم 10 أبريل، أدام الإصابات زادت 2.5، يبقى الوفيات تزيد 2.5، يبقى مفروض يبقوا 19,000 وفاة. المفاجأة إن عدد الوفيات مش زاد 2.5 زي ما عدد الإصابات زاد 2.5، ده بالعكس تناقص بقى 5,400، يعني عدد الوفيات ربع اللي مفروض يحصل. يبقى الانتشار زاد بس الوفيات قلت للربع، يبقى فعلا الفيروس تحور الى حاجة اقل فتكا، ويا رب امنية نتشاركها جميعا يختفي تماما كما اختفى ابن عمومته اللي هو سارس كوف 1. هنا واحد ممكن يقول لي ممكن يكون الوفيات قلت بسبب تحسن طرق العلاج. عندنا النهاردة ديكساميثازون كورتيزول بيقلل التهاب الرئوي، بيقلل الوفيات بنسبة الثلث، والانتيكو اجلان شرحه مضادات تجلط. طب كويس، تعال نفكر برضو، الارقام لا تكذب.
يبقى كان مفروض لو العلاج هو اللي عمل تحسن كان الوفيات قلت من 100 إلى 70، لكن كونها قلت للربع من 100 إلى 25، يبقى الفرق ده ما بين 70 و 25 النقصان ده العلاج هيقلل من 100 ل 70، لكن هو قلل 25% الوفيات. يبقى الفرق ده جه منين؟ من إن thank God، نشكر الله أن الفيروس أصبح أقل فتكا. وإحنا خايفين من الفيروس مش من أن نصاب بالكوفيد 19، كل واحد خايف يتوفاه الله بسببه. فهذا خبر جيد جدا أن الفيروسات تتحور إلى أنماط أقل فتكا بالأرقام أثبتناها وأكدها. قلت العلماء بتوع أريزونا ستيت يونيفرسيتي اللي قالوا أنه ممكن يختفي تماما كما حدث مع سارس كوف 1. نبتدي بقى الحلقة بتاعتنا وهنتكلم على فيروس كوفيد 19، وكعادتنا بنحب النظام فهتكلم عليه في 12 نقطة وبترتيب بحيث صعب تنسى. فأنا خدها من الأول، أنت بتقول لي أن الوباء ده سببه فيروس الكورونا، قول لنا مرة تانية في عجالة إيه هو الفيروس وإيه هي فيروسات الكورونا. فالنقطة الأولى الفيروس، إيه الفيروس ده؟ الفيروس ده تعرف لي عنه 3 كلمات، إنه كائن دقيق لا يرى إلا بالمجهر مش العادي الإلكتروني، أدي أول نقطة. تاني حاجة إنه هو بذاته غير نشط، بره الجسم ملوش أي نشاط، لكن لما يصيب خلية حية يستثيرها إنها تستنسخ هذا الفيروس ملايين المرات. دي تاني نقطة. طب تالت نقطة، تركيبه إزاي؟ قلت أحسن تشبيه تخيل معايا ثمرة المانجا. المانجا النواة بتاعتها بتاعة الفيروس بتتكون من حمض نووي، يا إما دي إن إيه يا إما آر إن إيه. طب ومادة المانجا نفسها عبارة عن بروتين، وهو ده اللي الجسم بيعمل ضده الأجسام المضادة. طب والغلاف بتاع المانجا، القشرة بتاعة المانجا دي طبقة معمولة من بروتين ودهون، وهنا نقطة مهمة، دي الطبقة الواقية فيها دهون، وكلنا يعلم ان الدهون لو انا عندي حاجة فيها ده بدوبه بالصابون، عشان كده بنقول نغسل ايدينا بالصابون والمية الدافية الدافية على الاقل 20 ثانية، او الدهون بتدوب بالالكحول، نستخدم سانيتايزرز معقمات فيها على الأقل 70% الكحول، وكمان الطبقة الواقية الدهون دي بتدوب بالتسخين، كلنا عارفين لو حطيت دهن في أي طاسة بتدوب بالتسخين، عشان كده حرارة الجو لما الجو بيحرر والهوميديتي فده بيساعد في ذوبان الطبقة الواقية، فبيبقى الفيروس أقل نشاطا في الصيف عنه في الخريف والشتاء. دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية، طب فيروسات الكورونا تحديدا واللي تم اكتشافها في ثلاثيات القرن الماضي 1930 دي النواة بتاعتها خيط واحد ايجابي من الـ RNA مش الـ DNA، الـ RNA، وبتصيب الثدييات والطيور في الأبقار وفي الخنازير، بتعمل لهم بتصيب الجهاز الهضمي، غالبا بيبقى إسهال عندهم، بيحصل في الإنسان إسهال بس مش ده الأساسي. أما في الإنسان والطيور ففيروسات الكورونا بتسبب عدوى تنفسية، ممكن تبقى عدوى خفيفة في صورة نزل برد خفيفة، وممكن تبقى عدوى مميتة زي ما حصل في 3 أوبئة اللي ادتهم فيروسات الكورونا في هذا القرن، في القرن 21، وهذكرهم في عجالة. أول وباء عملته فيروسات الكورونا عملته في سنة 2003 اللي هو السارز كوف 1، وإحنا عارفين سارز دي اختصار سيفير أكيوت ريسبيرتوري سيندروم، متلازمة الحادة الشديدة للتنفس، وأصابت 8000 فرد بس في العالم، وكان نسبة الوفاة فيها 10%. ده أول وباء في 2003 السارز. تاني وباء الميرس اللي هو الميدل إيست ريسبيرتوري سيندروم، وده حصل في 2012، وميدل إيست لأنه حصل في منطقة الخليج، وأصاب 2500 بس نسبة الوفاة كانت مش 10%،
كانت 30 ل 40%، بس لحسن الحظ هو ما اصابش غير 2500. وان العدوى ما بتنتقلش في الميرس ده كانت من الانسان للانسان، انما بتنتقل من الجمال، من الجمال للانسان. نيجي لأسوأ الاوبئه اللي عملها فيروس كورونا، مش سارس كوف 1 ولا الميرس، انما سارس كوف 2 اللي هو بنسميه كوفيد 19 في عام 2019، لانه ما اصابش 8000 ولا 2500، انما اصاب لحد النهارده اقل قليلا من 13 مليون، واحنا النهارده 12 يوليو 2020. بشوف رحمه ربنا، لانه اكثر انتشارا فربنا خلاه اقل فتكا، اللي بيموتوا بس 1%. طيب دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هناخدها برضو الترتيب لطيف قوي. ادي الفيروس بره الجسم، ازاي بتحصل العدوى؟ العدوى تنفسيه. كانوا بيقولوا بطريقتين، زودوهم من كام اسبوع 3 طرق، وهشرح لكم الفرق. اهم طريقه على الاطلاق هي العدوى بالرذاذ الصادر من المريض، انك تبقى اصاب مريض والمريض ده يطلع رذاذ، سواء مع الكحه او العطس او انه يعني يغني او يتكلم بصوت عالي او حتى التنفس العادي، بيطلع من المريض ده جزيئات ثقيله فيها جرعه كبيره من الفيروس تنتقل من المريض للشخص السليم مباشره، محمله بجرعات كبيره. بس هذا النوع، وهو اهم انواع الاصابه، مرتبط بزمان ومكان وجود المريض. يعني يحصل لما تبقى انت والمريض في مكان واحد، فيديك هو الرذاذ ده اللي هو الجرعات الثقيله المحمله بجرعات كبيره من الفيروسات. من اسبوعين ثلاثه طلع اكتر 200 عالم وقالوا لا ده في كمان عدوى بطريقه ثانيه، عدوى هوائيه. ناس كثيره مش فاهمه هو ايه الفرق بين الرذاذ والعدوى الهوائيه. انا هقولها. العدوى الهوائيه ان المريض زي ما بيصدر جزيئات ثقيله بيطلع كمان جزيئات صغيره خفيفه بتقعد طايره في الهواء. يعني المريض يمشي وستيل الجزيئات دي موجوده في الهواء، فحضرتك تدخل المكان ما فيهوش المريض خالص، يعني اخذت على غره ما فيش مريض، بس هو في جزيئات صغيره خفيفه فيها جرعات صغيره من الفيروسات تستنشقها حضرتك، وغير مرتبطه بزمان ولا مكان وجود المريض. المريض ماشي مش موجود في المكان، ولانها خفيفه بتنتقل لمسافات اكتر من 2 متر، وبتقعد لزمن بعد زمن ان المريض مشي. لكن شوف، دائما ابدا بقول ربنا رحيم. قلنا في وباء كوفيد 19 13 مليون بس نسبه الوفاه 1% بس. العدوى الهوائيه بتاخد مده طويله وبتقعد مسافات طويله، بس الجزيئات فيها كميه فيروسات قليله غير الرذاذ، عشان كده بتبقى العدوى اقل فاتكة بالعدوى الهوائيه. بس دي لسه قايلينها جديده، واحنا قلنا هنقول كل حاجه في هذه الحلقه. ثالث طريقه، ان الرذاذ المتناثر من المريض ده ما راحلكش، لكن نزل على سطح ما وحضرتك لمست هذا السطح، ولمست بعد كده الفم او الانف او العين، ففي هذه الحاله هيجي لك الفيروس. بس طبعا هو ما بيقعدش قلنا الا في اقصى مده على البلاستيك 3 ايام، وده بيبين لنا اهميه ان احنا نطهر السطوح افري ناو اند ذن اللي بتلمسها ايدينا كتير. دي طرق العدوى. بنخلص من كده بايه؟ بان اسوأ حاجه ان حضرتك تتواجد في اماكن مغلقه غير جيده التهويه مزدحمه، واحسن حاجه انك تبقى في اماكن مفتوحه جيده التهويه وفي عدد قليل من الناس. وانصحكم نصيحه مهمه جدا، كل غرف المنزل والمكاتب اللي قاعدين فيها، عشان لانها عدوى تنفسيه، احسن حاجه تضادها هي التهويه الجيده. كل شويه ما نعتمدش على اجهزه تكييف، نفتح الشبابيك والابواب عشان نهوي الغرف، نهوي المكاتب، فيحصل حاله من حالات التخفيف للفيروس، فيبقى تركيز الفيروس تحت الجرعه المعديه. لان احنا انت مش لو خدت جزيء او جزئين او 100 حتى من الفيروس هيجي لك العدوى، لازم تاخد جرعه معينه. فالتهويه الجيده هتخفف الفيروس، تخلي احتمال اصابه اقل. نقابل اصحابنا، نقابل قرايبنا في اماكن مفتوحه جيده التهويه،
وحتى لو قاعدين في مكان مغلق نفتح الأبواب والشبابيك عشان نخليها أكثر تهوية. دي نصيحة أحب تاخدوا بيها كلكم. وطبعا من فضلكم بنفس المنطق مش والناس قاعدة نقعد نكنس عليهم، لأن ده بيطلع الجزيئات الصغيرة دي كأنها بتبدالهم، أو نقعد نرش حاجات اللي بترشوها دي، بطلوا الحاجات دي بفضلكم. طيب نيجي النقطة الرابعة، يبقى خدنا ازاي طرق العدوى. طب الشخص اللي هو عنده الفيروس ده مدة العدوى بتاعته قد ايه؟ هيقعد يعدينا قد ايه؟ هنا بقول قاعدة 2، بيبقى معدي ليومين قبل ظهور الأعراض. يعني قبل، دي الخطير، ان قبل ما تظهر عليه اي أعراض، يومين قبل ما تظهر الأعراض ممكن يعديك، ولمدة اسبوعين بعد ظهور الأعراض. يبقى يومين قبل الأعراض واسبوعين بعد الأعراض. طب وأخطر أيام هي أول يومين، يبقى 2-2-2، يومين قبل ظهور الأعراض، أسبوعين بعد ظهور الأعراض، وأخطر يومين أول يومين. دي مدة العدوى. أجي النقطة الخامسة، طب حضرتك خدت العدوى، يبقى أنا ماشي بنظام، كلمت على الفيروس، إزاي بيحصل العدوى، مدة العدوى. النقطة الخامسة مدة الحضانة، برضو هنا قاعدة 2، الحضانة بيبتدي ظهور أعراض المرض بعد يومين من الإصابة والمدة أسبوعين. عشان كده قلنا اللي بيعزلوه عشان نتأكد ان هو لم يصاب بيبقى العزل لمدة اسبوعين، يبقى من يومين لاسبوعين. طب واحد سألني، طب في الفترة دي يعني، او اسف في السؤال اللي قبله، في مدة العدوى قلنا اخطر يومين كان يومين الاولين، قال لي طب احنا بنقول مدة الحضانة من يومين الى اسبوعين، غالبا الحضانة بتبقى قد ايه؟ من 5-9 ايام. دي النقطة الخامسة. النقطة السادسة الأعراض. أنا بحب النظام جدا، يوجد 4 أعراض أكثر شيوعا و4 أعراض أقل شيوعا. الأعراض الأكثر شيوعا اللي هي مين بقى؟ كلنا عارفينها دلوقتي، ارتفاع درجة الحرارة، كحة غالبا جافة، صعوبة في النفس نمرة 3، وبعدين آلام في كل الجسم وعضلات الجسم وفي الزور. دول 4 الأكثر شيوعا. في 4 أعراض أقل شيوعا، اللي هي فقدان حاسة الشم والتذوق، دي واحدة، غثيان النفس يعني الميل للقيء، إسهال 3، أو العرض الرابع اللي هو طفح جلدي. بنقول إن من الحاجات الجميلة إن أكتر من 80% من الشخص اللي أصاب بالكورونا يا إما مش هتظهر عليه أعراض خالص، سميه أسيمتوماتيك، يا إما يبقى very mild symptoms. أكتر من 80% من الناس تمر كأنها نزل برد خفيفة جدا، وربما لا تظهر عليه أي أعراض. وأقل من 20% هم اللي بتبقى الأعراض أكثر ضراوة وأكثر قسوة. طب في نظرية الأسابيع الأربعة، يعني إيه؟ بيقول لك المرض ده فيه، حطوا نظرية لطيفة اسمها الأسابيع الأربعة، إنه لما تاخد العدوى أول أسبوع حضانة بالتقريب، إحنا قلنا من يومين لأسبوعين أسبوع، تاني أسبوع تظهر عليك أعراض طفيفة وتبقى معدي جدا، تالت أسبوع في احتمالين، يا إما العدوى تتفاقم أو تتوارى. طب الأسبوع الرابع لو العدوى بتقل تشفى، وده المعظم. لو العدوى بتزيد الأسبوع الرابع تحصل لك مضاعفات، ولا قدر الله في 1% من الناس يتوفاهم الله. ده النقطة السادسة اللي هي الأعراض. نيجي للنقطة السابعة المضاعفات. الناس خايفة مضاعفات، زي ما بقول مش خايفة من الإصابة. أول حاجة أطمنكم بيها إن المضاعفات بتحدث فقط، نفتح ودنا، في سدس الحالات، سدس الحالات فقط هي اللي بيحصل لها مضاعفات. طب هل في عوامل تساعد حدوث المضاعفات؟ الإجابة نعم، كلنا عارفينها، كبر السن، وجود أمراض مزمنة. عشان كده قلنا انه في مقاطعة أونتاريو هنا 70% من الناس اللي حصل لهم مضاعفات وتوفاهم الله كانوا في دور المسنين، لانهم كبار في السن وعندهم امراض مزمنة. تمام. طيب حاجة تانية لطيفة قوي، سمنة، زيادة الوزن بتزود احتمال مضاعفات 20%. وانا عارف ان كلنا دلوقتي محبوسين في البيت وبناكل والناس عمالة تنتخ وتدخن، غلط، لان ده هيزود احتمال مضاعفات 20%. وطبعا التدخين دي حاجة مهمة، ان الناس تتوقف عن التدخين.
وفي عوامل جينية، يعني احتمال مضاعفات أكتر في الناس السمر والسود منها في البيض. وبعدين جرعة المعدية، كل ما تاخد جرعة أكتر يبقى احتمال حدوث المضاعفات تبقى أكتر. طب إيه الحاجات بقى اللي بتقلل احتمال المضاعفات؟ العكس، إنك تكون سنك صغير شاب، وأحسن منها تبقى طفل. ومن رحمة ربنا، وبحب أقولها وافتح ودنك معايا، إن الأطفال أقل عدوى وأقل إصابة، يعني لا يعدوا ولا يتعدوا، مش في المطلق يعني حاجة نسبية، أقل كتير جدا. قلت في إنجلترا لما ماتوا 30,000 واحد كان فيهم طفلين، في 30,000 متوفي، فمش في المطلق إنما نسبيا أطفال لا بتعدي ولا تعدي. ودي حاجة جميلة تخلينا نتشجع إن نرجعهم تاني المدارس. طيب، إن يبقى عندك مناعة قوية، إنك أنت بتنام كويس، بتتغذى كويس، بتاخد فيتامين دي اللي هو الفيتامين الوحيد اللي بيزود المناعة، دي قلناها 100 مرة. وبعدين لقوا إن في بعض الناس ما عندهمش قابلية إن هم يتعدوا، ما نعرفش ليه، يبقى فيها برضه عامل جينية. يعني واحد خالط مرضى وموجود في وسط مرضى ما بيجلوش أبدا، ودي رحمة ربنا إن في بعض الناس بتبقى مقاومة رهيبة لأمراض كثيرة. وفي حاجة تانية جديدة برضه لسه بيتكلموا فيها من أسبوعين، إن قالوا إن، بس مش مؤكدة، هي ربطوها يعني علاقة ربطية مش سببية، إن الناس اللي خدت مصل الإنفلونزا أو مصل السل اللي هو الضرن بيبقى المضاعفات عندهم أقل. طيب، كثير من هذه المضاعفات اللي قلنا بتصيب سدس المصابين فقط، سببها المناعة الزايدة اللي هو السيتوكاين ستور، اللي هو عاصفة السيتوكاين دي اللي هي مناعة زيادة قوي. طب ايه اكتر مضاعفتين، اكتر مضاعفتين اللي هما الالتهاب الرئوي واصابة الاوعية الدموية الصغيرة وحدوث جلطات فيها؟ عشان كده الوقت بقينا في العلاج تحسننا جدا، التهاب الرئوي بقينا ندي حاجة مضادة للالتهاب اللي هو كورتيزون اللي هو الدكساميثازون هنقوله. طب وفي الجلطات في الاوعية الدموية الصغيرة بقينا ندي مانعات للتجلط، مانعات لتخثر الدم، بلاد ثينرز. دول أكتر مضاعفتين، الالتهاب الرئوي والجلطات في الأوعية الدموية الصغيرة، وهم دول الأسباب الأساسية في الوفاة. لكن هل يوجد مضاعفات أخرى؟ طبعا، ممكن يصيب القلب ويحصل لك لخبطة في ضربات القلب. والغريب أن ممكن العين يشفى من الكوفيد لكن تستمر اللخبطة في ضربات القلب بعد الشفاء من الكوفيد. في ممكن يصيب المخ، ممكن يجيب فشل كبدي أو فشل كلوي، بس ده نادر الحدوث. ممكن يجيب سبسس، يعني تعفن الدم، أو سيبتك شوك، يعني انهيار في الضغط بسبب تلوث الدم. وفي الأطفال بيجيب لهم حاجة اسمها مالتبل سيستم انفلاماتوري سندروم، اللي هي متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة، دي في الأطفال وبتاخد شكل طفح جلدي. دي كلها مضاعفات قليلة. تذكروا أهم مضاعفتين اللي بيموتوا لا قدر الله، الالتهاب الرئوي والجلطات في الأوعية الدموية الصغيرة. نيجي النقطة الثامنة، تحاليل. برضو قلتها ان معامل كثيرة جدا تقول لك مجموعة تحاليل الكوفيد، ما فيهاش ولا تحليل له علاقة بالكوفيد. في 4 تحاليل بس ما نضيعش فلوسنا هم اللي لهم علاقة بالكوفيد. البي سي ار اللي هي المسحة من الأنف، ولازم مسحة عميقة ناخدها من جوه خالص، ودي مش هتبقى إيجابية في الأغلب غير لو كان بقالك مصاب أسبوعين بس، لأن بعد أسبوعين الفيروس بيسيب منطقة الرأس وبينزل للرئة، فحتى لو خدت مسحة مش هتشوف. وقلنا على أيام في كوريا الجنوبية اكتشفوا أن ممكن المسحة البي سي آر دي للفيروس، اللي هي أهم حاجة بتؤكد وجود الفيروس، تبقى إيجابية مش لأسبوعين بس، أو بعد أسبوعين نزل للرئة، لمدة 10 أسابيع ربما أكتر. وقلنا ليه؟ إن في هذه الحالة الراجل بيعمل شيدينج، المصاب بيعمل شيدينج لبقايا فيروس غير نشط، لا هو نفسه هو خف خلاص، ولا البقايا دي تعدي، يعني لا تعديه هو، لا تسبب له عدوى ولا تعديه. إنما في الأغلب الشخص بيبقى إيجابي من حيث المسحة بتاعت الأنف أسبوعين بس. هل ممكن يبقى إيجابي لفترة أطول؟ آه، في كوريا الجنوبية أثبتوا 10 أسابيع، وهذا لا يعني إنه هو معدي ولا إنه هو عنده عدوى، عشان الناس اللي بتتلخبط في الحكاية دي. طيب، تاني حاجة نعملها
اشعه الصدر، ما احنا عارفين الالتهاب الرئوي ده اكتر حاجه بتموت. هنلاقي على الناحيتين في باتشز، في بطش كده شكلها زي الزجاج الانجليزي المخرفش، دي بتبقى نوع الالتهاب الرئوي اللي بيحصل في حاله الكوفيد. ثالث حاجه تعملها انك تعمل طبعا اختبارات تجلط الدم، لان قلنا ده السبب الثاني في الوفاه. نشوف، وده ما نعملوش غير لو العيان كان حالته خطيره موجود في مستشفى او في العنايه المركزه. طب رابع حاجه، واحد يقول انا عاوز اعرف انا خدت مناعه ولا ما خدتش مناعه، فنقيس في الدم بقى، في الدم الاجسام المضاده اللي هو بيسموها الاميونوجلوبولين جي، ودي ما بتظهرش في الدم الاميونوجلوبولين جي قبل 3 اسابيع من الاصابه، فمش اول ما يجي لك اصابه تعمل الاجسام المضاده. شهر مثلا، ديها شهر وروح قيس. لو عندك اجسام مضاده انت ربنا اداك مصل الهي، خلاص انت بقيت عندك مناعه. النقطه التاسعه، الوفاه. قلنا الوفاه 1% فقط، وقلنا معظمهم حصلت الوفاه في ذول المسنين اللي هم ناس كبار في السن طبعا وعندهم امراض مزمنه، يرحمهم الله واحنا نتمنى ان هو ما يصيبش اي حد. واهم قلنا سببين الوفاه، الالتهاب الرئوي، وعشان كده نجحنا بالديكساميثازون اللي هو الكورتيزول اللي هو مضاد للالتهابات في خفض الوفاه من الالتهاب الرئوي بمقدار الثلث، خفضناها الثلث بقى ثلثين بس اللي يتوفاهم الله، او بسبب جلطات في الاوعيه الدمويه اكتشفناها وبدانا نستخدم اللي هو مانعات التجلط البلاد ثينرز. النقطه العاشرة، ايه اكثر ما يميز هذا الوباء؟ التوقعات والاختلافات. لا عندنا توقعات ولا عارفين نحفر الاختلافات. يعني مين يجيله المرض ومين ما يجيلوش؟ مش عارفين ليه ده جاله وده ما جالوش. اختلاف الاعراض، ليه واحد يبقى عنده الاعراض دي واحد عنده اعراض تانية؟ اختلاف شدة الاعراض والمضاعفات من مريض لاخر، مدة المرض مختلفة. الاهم بقى وركز معايا، التدهور المفاجئ السريع. يعني عيان كان زي الفل وفي ساعات قليلة العيان تدهور جدا ولا قدر الله في بعضهم يتوفاه الله. المرض توقعه صعب. وانا في تصوري وحاجة نفسية احب اقولها، اكتر حاجة في هذا المرض تميزه هو اللورينس، اللي هو ان الواحد الون، انه الوحدة، ان اللي بيجيله هذا المرض الناس خايفة تزوره. لما لا قدر الله بيبقى في وحدات العنايه المركزه برضه قرايبه خايفين يزوروه ويقعدوا على الفيس تايم والحاجات دي يشوفوه، يعني شيء مقيت. مش بس الانسان يواجه الموت، ولكن يواجه الموت منفردا لوحده. ده اكتر حاجه فيها قسوه وفيها ضراوه لهذا الوباء. نيجي نقطه ما قبل الاخيره اللي هي 11، الوقايه. شين بالترتيب زي ما قلنا، عدوى ومدة العدوى ومدة الحضانة والأعراض والمضاعفات والتحاليل نعملها إيه والوفاة، كل ده قلناه بالترتيب. طيب إيه الوقاية بقى اللي نعملها؟ الإجراءات الصحية اللي أهمها التباعد، قلنا كام؟ 2 متر. طب دلوقتي بقى هنضيف حاجة مع العدوى الهوائية دي اللي بنقول الجزيئات الخفيفة اللي طايرة ما بتنزلش زي الرزاز وبتمشي مسافات طويلة وبتقعد زمن طويل بعد ما المريض يمشي، يبقى حضرتك 2 متر دي على الاقل لو تقدر تقعد 3 يبقى احسن، تبعد عن الناس 4 متر يبقى احسن واحسن، يعني ابعد شويه او ابعد حبه، المثل بيقول تزيد محبه، كل ما تبعد يبقى احسن. يبقى بالتباعد انت بتحمي روحك. نيجي الماسك، الماسكات دي مانداتوري لازم نلبسها، وهنا هقولها تاني، احنا بنلبس الماسك لحمايه الاخر، انا بلبس ماسك عشان احمي حضرتك وانت بتلبس ماسك عشان تحمينا انا. الماسك ده بيحمي الاخر اساسا، يحميك بس بنسبه قليله لما تلبس ماسك، لكن اساسا عشان لو طلع منك رذاذ يمسكه يبقى بيحمي الاخر اكتر. فعشان كده بقى اعجب ان لبس الماسك ده يدل على ان الانسان بيعني بالاخر، بيهتم بالاخرين مش بنفسه. تهتم بروحك، تباعد عن الناس، تهتم بالاخر، البس ماسك عشان اي حاجه طالعه ما تروحش للاخر. أنت الماسك بتاعك يحمي الآخر والماسك بتاع الآخر يحميك أنت. وقلنا ما استحق أن يولد من عاش لنفسه وعلى الباغي تدور الدوائر. طيب نيجي العادات التنفسية الصحية، أحمي التاني إزاي؟ إن أنا لما أكح أو أعطس يبقى في تيشو أو في القلب وفي الكوع، وبعدين إنه طول النهار أغسل إيديا
زي ما قلنا بالصابون والمياه الدافئة لمدة 20 ثانية أو بالسانيتايزرز، وبعدين ملمس عيني أو الأنف أو الفم، مخصوصا لو كانت إيدي مش مغسولة، وطبعا ننظف السطوح اللي هي ممكن يحصل فيها الحكاية دي. دي أول حاجة في الوقاية اللي هي الإجراءات الصحية. طب تاني حاجة لرفع المناعة وبعدها تاني فيتامين دي، وليس فيتامين سي أو الزنك، هذا لا أساس علمي له نمرة واحد وتضيع للفلوس نمرة اتنين. فيتامين دي، وقلنا إن لقوا إن الناس اللي عندها نقص في فيتامين دي بيبقى نسبة الإصابة عندهم عالية، وقلت وعيدها تاني، ده ما بنقولش نقص فيتامين دي يؤدي إلى كوفيد 19، لا، ده بنقول ليست علاقة سببية، مش هو السبب، إنما في رابط ما بينهم، إن الناس اللي عندها فيتامين دي احتمال إصابتها أكتر والمضاعفات تبقى أكتر. وقلنا الجرعات وعيدها تاني، لو في الصيف 1000 وحدة في اليوم، في الشتاء عشان ما فيش شمس يدي فيتامين دي اللي هو المصدر الرئيسي 2000 وحدة في اليوم. طب لو انت عندك المرض او مخالط لمريض تاخد من 3000 ل 4000 وحدة في اليوم، طبعا زائد الغذاء الجيد، زائد حاجة مهمة جدا ومهمة عموما، شرب مية كتير، دي مهمة جدا جدا، وتنام كويس، دي ازاي تقي نفسك. طب اهم حاجة في الوقاية اللي احنا منتظرينها اللي هي الامصال واللقاحات. قلت النهاردة في اكتر من 100 شركة مقدمة امصال ولقاحات وصلت الى الكلينيكال فيز اللي هي المرحلة الكلينيكية اللي هي التجربة على البشر. بس قلنا في الحلقة الماضية انه غالبا الكلام ده مش هيظهر في اول السنة الجاية، ما عدا الهند اعلنت ويا رب ربنا يوفقهم، قالت انها تطلع المصل بتاعها يوم 15 اغسطس، وده تبع لما قالته الهند، مش اللي انا بقوله، انا ما اعرفش، انا مش في المعمل هناك ولا اعرف، انما معظم الناس بيقولوا مش قبل السنة الجاية. طيب برضو بقول نقطتين مهمين، ان الناس اللي منتظرة ان المصل ده يعني هيعمل وقاية كاملة، ده كلام الصحيح، المصل في الاطفال، امصال الاطفال زي الحصبة والحاجات دي بتقي الاطفال اكتر من 90%، انما الامصال اللي بياخدها الكبار بتقيهم بنسبة 60-70% فقط. يعني ما زال الاجراءات الصحية اللي قلت عليها والتباعد المتواجد، وعش كده قلت ان العالم بعد الكوفيد 19 لن يكون عليه هو العالم قبل كوفيد 19. طريقة التعامل في حياة تختلف تماما، لان حتى المصل، الوقاية فيه 60% او 70% واقل في حالة كبار السن اللي هم الاكثر عرضة، لان المناعة ضعيفة ما بيكونوش، لما تديله مصل ما يكونش اجسام مضادة كافية. احنا منتظرين اول حاجة الهند بتقول 15 اغسطس، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. نيجي النقطة الثانية عشرة والأخيرة، العلاج. قبل ما أقول علاج هقول لا يوجد مصل واقي ولا يوجد علاج شافي. عشان أقول لك علاج الكوفيد ويقول لك البروتوكول بتاع الكوفيد، بروتوكول إيه؟ هو فيش علاج أساسي وما فيش مصل، إنما في حاجات بنديها تساعد. هذكر 6 حاجات اللي هي لها قيمة، ماليش دعوة بقى بعلاج الملاريا والحاجات الكلام الفارغ ده اللي خلاص كل الناس بطلوه. أهم علاج هو الدكساميثازون في الحالات الصعبة، اللي هو كورتيزول اللي هو مضاد للالتهاب، يبقى مضاد للالتهاب الرئوي، بيقلل الوفيات بنسبة 1/3 إذا كان شخص محطوط على فنتيليتور، وبنسبة 1/5 فقط مش 1/3 إذا كان بياخد أكسجين بس مش على فنتيليتور. ده أول علاج. طب تاني علاج مهم جدا وبيقلل برضو الوفيات بنفس النسبة تقريبا، مناعات التجلط في الحالات اللي لقينا إن يعني التجلط في كسبب الوفاة أهم بكتير من الالتهاب الرئوي، فعش كده بندي البلاد ثينرز مناعات التجلط. طب نمرة 3 في أنتي فيرال، حاجة ضد الفيروس اللي هو الريمدي سيفير، وسامع أنه في مصر الوقت هيتم إنتاجه. الريمدي سيفير لا يقلل نسبة الوفاة، لا يقلل نسبة الوفاة، ما بيعمل إيه؟ بيخفض من زمن التعافي والتشافي، بدل ما تخف في 15 يوم هتخف في 11 يوم. كويس. طيب نمرة 4 المية، عليكم بالمية دلوقتي، ولو الواحد لا قدر الله أصاب اشرب كمية سوائل ما أمكن، لأن بتقلل زوجة الدم، بتقلل احتمالات التجلط، تشرب ماء كتير قوي. نمرة 5 عشان بنخاف إن يحصل بكتيريا فوق الفيروس، فبندي مضاد حاوي اللي هو الأزيثروميسين، بنديه نمرة 5. نمرة 6 طبعا واللي دي هي لايف سيفين،
ان احنا ندي اكسجين ثيرابي، العلاج بالاكسجين، يا اما من خلال فنتليتور جهاز تنفس صناعي، يا اما حتى نحط ان شاء الله انبوبه في الانف تدي اكسجين. طيب كنا في الاول اي عيان نقيس له نسبه الاكسجين في الدم اللي هي منخفضه حطه على فنتليتور، بطلنا الكلام ده، قررنا مش هنحط العيان على فنتليتور الا اذا كان عنده ضيق في التنفس، مش مجرد انخفاض نسبه تشبع الدم بالاكسجين نحطه على فنتليتور، ده بالعكس الفنتليتور ممكن يأذيه اكتر. نمره 2، ما عندناش فنتليتور كافيه، لازم العيان يبقى مش قادر يتنفس، مش مجرد ان نسبه الاكسجين انخفضت. وانا بقول حاجه مهمه واتفق عليها في العالم كله، ان مرضى الكوفيد لو استلقى على بطنه، نام على بطنه، ده بيحسن جدا عمليه التنفس. وطبعا لو حطيناه على فنتليتور مفروض ان القصبه الهوائيه بتبوظ بعد اسبوعين من حط الانبوبه بتاعه الفنتليتور، فمفروض نشيلها بعد اسبوعين. لكن في حاله الكوفيد، في حاله الكوفيد غيروا وقالوا ممكن نخليها لمده 3 اسابيع قبل ما نشيلها. ده اللي هو العلاج والنقطه اللي هي الثانيه عشر. وفي النهايه ادعو الله جميعا لجنود الجيوش البيضاء ولمرضاهم ان يحفظهم الله سالمين من ويلات هذا الفيروس اللعين. وإلى أن ألقاكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي، أسأل الله للجميع دوام الصحة وزوال الغمة، وأستودعكم الله وأشكركم على حسن متابعتكم.